نشاهد في برنامج بالكويت اليوم تدشين شركة ضمان لأول مراكزها المختصة بالرعاية الصحية الأولية، وضيفتنا الدكتورة فاطمة بن ظفاري مدير الخدمات الطبية لمراكز الرعاية الصحية الأولية شركة مستشفيات الضمان الصحي. بدي أعطيك نبذة بسيطة عن شركة مستشفيات الضمان الصحي، واللي تعتبر تم تأسيسها ضمن خطة الكويت للتنمية 2035 بمرسوم أميري، بحيث أن هي تشمل القطاعين العام والخاص لتقديم الرعاية الصحية الأولية بدولة الكويت. تمام، وشو نتقدم بالضبط من خدمات؟ طبعا المراكز اللي تقدمها شركة مستشفيات الضمان الصحي هي مراكز فريدة من نوعها، تقدم جميع الخدمات بمعايير دولية وعالمية من طب عائلة وطب الأطفال، وعندنا طب الأسنان، وعندنا الخدمات المساندة من مختبرات وأشعة. الهدف من هذا المشروع هو التخفيف على المستشفيات والمراكز الحكومية، بحيث أن الخدمة اللي تقدم للكويتي بالمراكز الحكومية والمستشفيات الحكومية تقدم بخدمة أفضل وبوقت أفضل وبمعايير جودة عالمية. بالإضافة إلى الخدمات اللي تقدم بمستشفيات الضمان الصحي راح تكون بأعلى المستويات وبمعايير عالمية أيضاً.